اهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم لغة البرمجة سكالا. نكمل معكم التكلم عن الحلقات. فرأينا خلال الدرس السابق كيف نستطيع القيام بكتابة حلقة الفور بهذا الشكل، وذلك اما اذا اردنا القيام بالاستعلام عن كاركترز او عن ارقام. فمثلا دعونا نقوم بكتابة مثال اخر ليكون لدينا المثال التالي البسيط. نقوم بانشاء حلقة فور نسبة الى اندكس معين من الصفر الى الخمسة، ونقوم هنا بالطباعة. فإذا أردنا مثلا القيام بطباعتها وذلك عند شرط معين أو عند حاجز وعتبة محددة، فكنا نقوم باستخدام عند اللغات التقليدية الكلمة المفتاحية break وذلك لإيقاف. ولكن هنا فعليا في السكالا لا أستطيع القيام بالتعبير عنها ببريك، ولكن أقوم باستخدام الريتيرن. فنقول هنا نرى كيف أن الطباعة إذا قلنا هنا بالاطلاع من الصفر إلى الخمسة، ولكن إذا قلنا قم هنا في حال كانت هذه الآي أكبر من ثلاثة فقم هنا بريتيرن بهذا الشكل، وإلا قم هنا بالطباعة لنرى. فنرى هنا كيف قام بطباعة هذه الأعداد من الصفر إلى الثلاثة وكأنني قمت ببريك. ممتاز. وفعليا إذا أردنا مثلا القيام بكتابة نستد لوبس أي حلقات متداخلة، فدعوني هنا أقوم بطباعة هذه نسبة للإندكس الخاص بها، فنقول مثلا I بهذا الشكل. وإذا أردنا القيام بكتابة نستد لوب داخلها فسوف تكون بهذا الشكل. تمام. وهنا نقوم بطباعة عبارة من أجل I وعبارة من أجل J. لنرى سوف نلاحظ أنه يقوم بتنفيذ كامل الحلقة الداخلية كلما قلنا بالانتقال خطوة من الحلقة الخارجية. لنرى بهذا الشكل. تمام. فنرى هنا مثلا عند الـ i تساوي صفر تساوي صفر حتى أقوم بإكمال هذه الحلقة الداخلية الـ j من الصفر إلى الخمسة. تمام. هنا عند الخمسة بعدها نقوم بالانتقال خطوة عند الـ i فأصبحت واحد واحد وهكذا. ولكن أستطيع القيام بكتابتها بأسلوب مختصر في السكالا، فبدأ القيام بالتعبير عنها بهذا الشكل. أستطيع بدلا عن ذلك القيام بأخذ هذه والقيام بإدخالها بعد القيام بإضافة سيمي كولون بهذا الشكل. وهذه الكتابة المختصرة، ونرى كيف أنه سوف نحصل على نفس التنفيذ بهذا الشكل. تمام. وأيضا فعليا أستطيع القيام بالاستفادة من هذه الحلقات ومن مفهوم الإسناد عن طريق الإكسبريشن. فنقوم مثلا بإنشاء متحول ليكون كله يساوي الخارج من حلقة الفور، فنقوم هنا بإسناد إليه حلقة فور مثلا لتكون من الصفر إلى العشرة. وبعدها من أجل هنا القيام بإسناد قيمة معينة لتكون مثلا القيمة i المجردة، فنقول هنا yield لهذه الآي بهذا الشكل. وهنا إذا قلنا بطباعتها لهذه الكلة نرى كيف أنه يقوم بتوليد فيكتور. تمام. من الصفر إلى العشرة بهذا الشكل. ممتاز. وأيضا أستطيع هنا القيام بالتعديل على قيمة اليل القيمة التي سوف أقوم بالحصول عليها وذلك كيفما أشاء، فإما نقوم مثلا بضربها بقيمة معينة أو نقوم مثلا بكتابة توابع رياضية مختلفة، نقول مثلا باور وذلك من مكتبة المال بعد أن قمنا بجلبها. فهنا نقوم بالرفع إلى أس معين نقول مثلا اثنان فالقيم بين الصفر والمئة بهذا الشكل. طبعا هنا القيم هي دبل فأستطيع القيام بتحويلها لإنتجر، فنرى كيف يقوم بتحويلها. ونستطيع هنا القيام بتدعيمها وكتابة مختلف الشروط وذلك كيفما نشاء. هذا إن كنا نقوم باستخدام حلقة الفور دون شروط إضافية. فهنا سوف أقوم بإضافة شرط إف يقوم بفلترة هذه الإندكسات. فنقول هنا مثلا ضمن هذه الأقواس المنحنية نقول إف هذه الآي باقي قسمتها على اثنان يساوي صفر. فبهذه الحالة سوف أقوم بالحصول على الأعداد الزوجية فقط بهذا الشكل. تمام. صفر اثنان أصبحت أربعة، أربعة أصبحت ستة عشر، وأخيرا العشرة أصبحت مئة. ممتاز. وأيضا فعليا أستطيع القيام بالتحويل عن هذه الأقواس المنحنية هي أقواس متعارجة بهذا الشكل. نقوم هنا بإضافة الحلقة وهنا الشرط ومن ثم نقوم هنا بكتابة اليلد. ونستطيع القيام بإضافة مختلف الشروط مثلا إذا كان الآي أكبر من ثمانية فأيضا نقوم بفلترة هذه المعلومات. حصلنا فقط على المئة
وإذا قلنا مثلا أصغر سوف نحصل على جميع القيم باستثناء الثمانية والمئة والتي هي 64%. تمام، فحصلنا من 0 إلى 36 ونستطيع القيام بإضافتها كشروط مدمجة بهذا الشكل. لا حاجة لهذه الأقواس. لنرى، أيضا حصلنا على نفس النتيجة، وأستطيع أيضا القيام بكتابة التابع وذلك لعرض هذه المحتويات الموجودة في الفيكتور. فنقول مثلا لتعريف تابع بشكل سريع نقوم باستخدام ديف بشكل مشابه لما نقوم به في البايثون، ونقول هنا print مثلا element، وهنا سوف نقوم بإدخال list النمط الخاص بها. دعوني أرى بالنسبة لهذه كلها هي من نمط مصفوفة index sequence تحوي على عناصر من نمط integer، نقول هنا index sequence وذلك نسبة إلى النمط integer، ونقول هنا نسبة إلى هذه العناصر الموجودة في هذه الليست قم هنا بطباعتها بهذا الشكل. ممتاز، وهنا نقوم بتعليق هذه، وبدلا من ذلك نقوم باستخدام هذه print element. لنرى، فنرى كيف قمنا بطباعتها نسبة إلى عناصر فردية، ونستطيع القيام بالكتابة والتعمق في هذا المجال وذلك كيفما نشاء. هذه عينة بسيطة عن كيفية القيام باستخدام التقنيات الحديثة المدعومة بها لغة سكالا، إما بالإسناد كما رأينا هنا، أو مثلا عندما قمنا بالاستعلام وإنشاء فيكتورز وفلترة هذه الحلقات وذلك بمختلف الشروط مع هذه الأكواد والسينتاكس الخاصة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.